الو الو الو، الو، اتفضل استاذ تامر. مساء الخير، مساء النور، اتفضل. كل سنه وانت طيب يا شيف. وانت بصحه وسلامه، اتفضل حضرتك، منورنا والله. كل سنه وانت طيب والاسره الكريمه بخير. والله برنامج جميل، واحنا يعني خلف الشاشه وعمالين نتفرج على الحاجات دي. خلاص لعبتنا خلاص، واحنا طالعين كمان من صيام، فانت بتشوقنا. بس الله، حضرتك تتفضل طبعا، ويا ريت تكلمنا كده على البرنامج بتاع حضرتك الجميل. والله بس انا عايز اقول لاستاذ وليد كورسان طيب، المخرج الجميل، واستاذ ناصر شاهد، واستاذ محمد الشاهد، واستاذ احمد عزت، الناس اللي خلف الكاميرات، وطبعا المصورين عشان ما ننساش حد، كلهم طبعا اخواتنا، كل سنه وهم طيبين. بجد هم بيتعبوا معانا قوي قوي، احنا بس لسه هنقدم المحتوى، بس هم بيبقى خلف الكاميرا طبعا لازم هما نديهم حقهم. طبعا طبعا هما البرنامج بتاعي طبعا انا طبعا والاستاذه فضيله كانت معايا الزميله بتاعتي، ان شاء الله احنا بنطوره. بس انا عايز اقول حاجه، ان قناه الصحه والجمال هي منبل لشباب العالمين، هي دايما الانطلاقه، هي دايما الناس اللي موجوده فيها بتقف ورا خلف شباب العالمين. تمام. معظم الشباب اللي طلعت من العالمين من قناه الصحه والجمال راحت قنوات درجه اعلى واحسن، وبقى في حته تانيه. فهي البدايه بتبقى الصحه والجمال. و قناه الصحه والجمال محافظه على نفس الوتر اللي ماشي بيه، قناه وطنيه، قناة بتقدم محتوى كويس، قناة فيها ناس محترمة، فيها ناس بتحب البلد بجد. ففعلا تحية، شكر وتقدير لكل القائمين على الصحة والجمال. طب طبعا وحضرتك بالنسبة للبرنامج بتاعي الصحة والجمال، البرنامج بتاع الأخبار، حضرتك بقى، عايزين نعرف التطور اللي فيه والشكل الجديد اللي ان شاء الله هيطلع بيه بإذن الله. إن شاء الله هيبقى شكل مختلف تماما مع الاختلاف بتاع القناة. طبعا القناة تطورت، فاحنا لازم نتطور معاها، ولازم نتطور مع العصر، ولازم نتطور مع الاحداث. فان شاء الله انا بوعد الجمهور ان ان شاء الله هيبقى في حاجه كويسه جدا. احنا هنبقى عاملين مفاجاه بالتزامن مع الاعياد اللي احنا فيها، ان شاء الله هنقدم محتوى كويس يليق بالتطور اللي موجود في قناه الصحه والجمال. طب والتعاون مع حضرتك ايه الاخبار؟ تعاون القناه والافراد اللي موجوده كلها؟ لا بص، اخوات، التعامل كله تعامل اخوات، في حب وفي منافسه شريفه. حتى لما بنقابل بعض كاعلاميين مع بعضينا، او كمتابعين مقدمين برامج مع بعضينا، بنقعد مع بعض وممكن يعني ناخد اراء بعضينا، واسال زميل لي انا كنت كويس، يقول لي لا والله عندك تكايف في الحته دي، وانا برضو نفس الموضوع. في حب وفي ترابط. حتى استاذ وليد اللي انا كان ليا الشرف ان انا اشتغل معاه، مخرج جميل بيوجهك في طبعا كده لازم هي تعمل ده. عامة قناة الصحة والجمال بصراحة دايما بتختار المذيعين المميزين اللي زي حضرتك، يعني أكيد طبعا مميز، وبرنامجك الجميل طبعا بتقدم محتوى فيه رائع. ربنا يخليك. هو حتى لو مقدم برامج مش مذيع مش مميز، هو لما بيخش جوه المنظومه المحترمه بيبقى مميز، هي لان دايما ده دايما القناة مجال. معودانا على المميزين، يعني التواضع دوت، يعني أنا يعني جميل من حضرتك طبعا. لا والله دي حاجه، انا كنت اول مره اطلع هوا، طلعت على قناه الصحه، وكان اول مره اطلع هوا عليه. فاه كان عندي تكات، بس الناس بتقف معاك وبتقول لك ده صح وده غلط وكده احسنت وكده، لا في حاجه. فبصراحه المميز لازم يبقى في وسطهم، انت مش مميز مش تبقى في وسطهم عشان هم مميزين. طب وإيه رأي حضرتك في التطورات اللي حصلت الجديدة في القناة؟ والله يعني بالنسبة جميله، لرأي انا حضرتك شايفه، الإعلامي، يعني انا بالنسبة لرأي شايف ان هي حضرتك جميله قوي الإعلامي. والله. انا شايف ان الاستوديو جميل، بيدي راحه طول ما الاستوديو فيه وسع وفيه تطورات. انت كمقدم برامج بتبقى قاعد واخد راحتك قوي، بتعرف تتكلم، بتعرف تقول اللي جواك، غير لما تبقى انت في استوديو صغير. هو ما شاء الله هم طوروا تطوير حلو قوي قوي. وانا عايز اقول حاجه كمان، والله مش اتفضل. عشان انا كنت بقدم برنامج في قناه الصحه والجمال، والله قناه الصحه والجمال مظلومه جدا اعلاميا، مظلومه بجد، لان قناه الصحه والجمال من القنوات الاوائل اللي في مصر اللي طلعت. بس هي كانت واخده عنها فكره ان هي صحه والجمال، يعني بتتكلم عن الصحه وبتتكلم عن الميك اب وبتتكلم عن حاجات دي. لكن هي قناه شامله، هي فعلا المفروض دي تبقى وسط الكبار، لان هي فعلا بالمنظومه بالتطور اللي موجود دوت، هي ممكن تبقى في حته ثانيه خالص. بس ان شاء الله الفتره الجايه مع البرامج المميزه مع الاداره المحترمه هتبقى في حته ثانيه خالص. ان شاء الله باذن الله مع الاداره الجميله ان شاء الله المميزه، وبالمذيعين الاعلاميين الجمال جدا،
يعني اكيد ان شاء الله هتبقى من تميز لاحسن، وتبقى قناه راقيه وترتقي للمكانه اللي هي المفروض تبقى ليها ان شاء الله. اكيد اكيد ان شاء الله احنا لازم نتكاتف ونوصل بالقناه لابعد حدود، لان هي فعلا تستحق ديت، هي الامكانيات اللي فيها هي تستحق دوت. انا بشكر حضرتك يا استاذ سامر على مداخله حضرتك الجميله جدا وعلى دعمك الجميل لينا، الف شكر.